السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله جايبة لكم فيديو ممتاز جدا، وهي طريقة عمل البودرة المائية بإيدك في البيت بمكونات بسيطة جدا، وهي كمان مفيدة للبشرة وبتغذي البشرة جدا وتنعيم طبيعي بدون أضرار. بس في الأول حابة أقول ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم فيديوهاتي الجديدة. كل اللي هتحتاجوه في وصفتنا مش هيكلفنا غير حاجات بسيطة قوي، بعكس ما تروحي تشتري البودرة وهي دلوقتي بقت غالية جدا. يعني أول حاجة هنحتاجها في وصفتنا هي أي علبة بودرة عندك، أي نوع، مش شرط تكون مائية. بتبتدي بعد كده، يعني مش لازم تكون مائية، يعني اي نوع عندك رخيص من 5 لـ10 جنيه، في بودرة رخيصة جدا وبسيطة بتشتريها، اي نوع يعني مش شرط ابدا نوع غالي. بتبتدي بعد كده تجيب البودرة، اهي هجيب البودرة بتاعتي، بكسرها خالص وافتفتها كده، اهي هبتدي انزل بالشكل ده، هنزل كل العلبة اهي. خالص خالص لغاية ما تفضيها بالشكل ده. اهم حاجة في الخطوات بتاعتنا اني انا اسفه على الصوت، بس ان البودره تفتفتيها كويس جدا زي ما هنشوف دلوقتي كل الخطوات. اهو كده بالشكل ده، اهم حاجه تفتفتيها وتكسريها جامد جدا. وتكون ناعمة خالص وتنعميها كده قوي عشان نكمل الوصفة والنتيجة تبقى كويسة ومضمونة ان شاء الله. بالشكل ده. تاني مكون معايا بستخدمه في الوصفة بتاعتي او طريقة عمل البودرة المائية هي بودرة الاطفال او بودرة جونسون. بتجيبي العلبة، العلبة دي اهي. لو مش عندك او متوفرة العلبة دي او مش قادرة تشتريها، في اكياس بتتباع في الصيدلية، الكيس تقريبا بـ2 جنيه، بتاخدي 3 معالق اهي. الكيس منها تقريبا بـ2 جنيه، بتاخدي 3 معالق اهو بالشكل ده، 2 3 بالشكل ده، وبخلطهم كويس جدا ونعمهم مع بعض كويس جدا جدا يعني اهو بالشكل ده. كده خلطت البودرة اللي هي علبة عندي ما بستخدمهاش رخيصة اهي يا حبايبي، اسفة جدا على الفون طفى اهو بالشكل ده، بخلطها جامد جدا جدا، اهم حاجة التقليب ده يا حبايبي. وبعد كده بعد ما قلبت كويس جدا جدا، انا بقرب اهو عشان يبان المنظر، نوع هجيب بقى يعني يكون عندي نوع كريم كويس
اكون انا بستخدمه وبحبه، دوف جلايسوليد اي نوع يعني، مش شرط النوع، النوع اللي انت بترتاحيه له وبتحبيه. تمام كده، هعمل ايه؟ هاخد منه، هاخد من الكريم حوالي نص معلقة واخلطهم كويس برضو مع بعض. تمام كده، اهي يا حبايبي اهو كده من الكريم كده، اصل دي معلقة صغيرة قوي فانا عشان كده مليتها، يعني هي نص معلقة صغيرة. وبتبتدي تخلطي كويس جدا جدا الكريم مع بودرة الاطفال مع البودرة بتاعتك اللي هي موجودة ومتوفرة عندك اللي بتستخدميها للميك اب. تمام كده اهو بالشكل ده. انا اسفة جدا الفون فيه عيب بيطفي، انا اسفة اهو بالشكل ده. بعد كده هبتدي احط، بخلط الكريم والبودرة بتاعتي. طبعا انا عايزة بس اقول ملاحظة قبل ما اقول المكون التالت، انا كده البودرة عندي كانت غامقة عشان كده ما كنتش بستخدمها لانها مش مناسبة طبعا مش مناسبة للون بشرتي زي ما قلت، فبشرتي فاتحة. فطبعا البودرة اللي هي بودرة الاطفال عملت ايه؟ عملت تفتيح للون كمان لو احنا ملاحظين يعني. اهو لو لقيتها هقول لكم دلوقتي، لو لقيتها برضو بعد ما اخلص مش مناسبة هوريكم ازاي هنعالج اللون حسب نوع البشرة، هيبقى حسب نوع البشرة. دلوقتي هحط بقى المكون الاخير معايا وهو ايه؟ ماء الورد. اهو عندي ماء ورد من العلاف او العطار وموجود كمان في الصيدلية، اهو ماء ورد تجميل للتجميل. بعمل ايه؟ بحط بقى اهو حبة حبة لغاية اما الاقي قوام البودرة معايا مناسب ليا. تمام كده اهو بالشكل ده، بس شرط التقليب كويس جدا وانعمها كويس جدا وانعمها كويس جدا اهي بالشكل ده. تمام، هقلب اهو بالشكل ده يا حبايبي وافضل انعم فيها كده. شايفين طريقة التنعيم ديت؟ اهو شايفين ابتدت تنعم اهي معايا، بس طبعا لسه احط ماء ورد وخلي بالك لا يكتر منك. تمام كده، واقلب بالشكل ده يا حبايبي المنظر بتاع البودرة بتاعتي في منتهى الجمال يا جماعة. اهي ريحة طبعا مية الورد مع ريحة البودرة الاصلية مع كمان الكريم اللي ضفتيه، ريحة تحفة يا جماعة في منتهى الجمال. اهي شايفين نعومة البودرة وشايفين الجمال اهي. الخطوة اللي بعد كده ان شاء الله انا هنزل لكم الكريم الاساس بطريقتين باذن الله، ومش عارفة لسه فيديو البودرة المائية اللي هينزل الاول ولا كريم الاساس. ان شاء الله مش عارفة فيديو البودرة المائية يعني الدوت اللي هينزل الاول ولا لا، بس اطلبوهم مني كريم الاساس والحاجات دي، وممكن اسيبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. دلوقتي ايه الخطوة اللي بعد كده؟ هفضي في العلبة اللي انا كسرت منها البودرة وفضيت منها البودرة اهي، هبتدي احط البودرة بتاعتي عندك بقى في الدولاب وبتحفظيها لغاية ما تنشف، ما تغطيهاش طبعا اهي بالشكل ده،
بصوا يا جماعة الكمية اللي عملتها دي من مفيش، من علبة بودرة كنت هرميها، علبة بودرة كنت هرميها. بصوا شايفين النعومة بتاعتها، بصوا علبة بودرة كنت هرميها، عملت لي ايه، هتعمل علبتين بودرة على فكرة، يعني علبة واحدة بقت اتنين. حاجة في منتهى الجمال يا جماعة، والله تحفة تحفة. عايزة اوريها لكم اهي، بصوا اللي اتبقى، الكمية اللي اتبقت هتعمل لي علبة بودرة تاني بالشكل ده اهو. بسويها كده، بهزها كده تتساوى. شايفين الجمال ده؟ بإيدك في البيت من مفيش ببلاش، علبة بودرة كنت هرميها. عملت لي احلى علبتين بودرة، عشان يعتبر الكمية التانية دي علبة برضو. وكده خلصنا البودرة بتاعتنا، سهلة جدا، ويعني بجد النتيجة رائعة زي ما احنا شايفين يا حبايبي. ولسه كمان لما تنشف هتحطيها في الدولاب علشان ما تتطربش طبعا، لان دي حاجة انا هحطها على بشرتي، مش هتتغطى، يومين بالكتير قوي وهتلاقيها نشفت زي الفل معاكي، وتقدري تستخدميها. سهلة جدا زي ما شفنا. ما تنسينيش حبيبتي في اللايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد، واشتراك في القناة لو أول مرة بتشوفيني. يا رب أكون فدتكم وضيفة خفيفة عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا حبايب قلبي، أشوف وشكم بخير وفيديو جديد. هسيب لكم إن شاء الله في الوصف كريم الأساس بطريقتين، ان شاء الله يعجبكم جدا. وطريقة استخدام البودرة المائية وازاي تشتريها بالتفصيل عاملاهم برضو في فيديو، ان شاء الله يعجبك جدا جدا، وهيكون في معلومات مفيدة ان شاء الله. كل ده هسيبه لكم في الوصف، في الثلاث فيديوهات هيكونوا الوصف فيهم الفيديوهات التانية اللي ليها علاقة بيهم ان شاء الله. ولو ما حطيتهمش اطلبوهم مني في الكومنتات. مستنيه تعليقاتكم الحلوه، والسلام عليكم.